مصر انهم يروحون ويشوفون مثل العالم. ايها الاخوه المشاهدون، ايها المشاهدون الاعزاء، ايها الاخوه، السلام عليكم. ايها المشاهدون الكرام، ايها الاخوه الحضور، السلام عليكم. ماذا تمام؟ كما ترى. هل نفذ تهديده وقتل شيراد؟ إذا صح هذا عليك أن تستعفي من منصبك، وعلي أنا أن أستسلم للقاضي ليأمر بسجني. نحن المسؤولان عن شيراد. أنت على حق. هل وجدتما الجثة؟
هل وجدت الجثة؟ نعم، في حديقتي؟ في حديقتك. إنها جثة طائر ذبحه الخاطف ورمى دماءه في الحديقة. دماء طائر أم؟ إنها لطائر يا أبا رابح، فليطمئن قلبك. ما زلت خائف النفس، أخشى أن تكون مخطئا يا تمام. لن أكون مخطئا بإذن الله. وماذا يقصد المجرم بفعلته هذه؟ يريد أن يخيفك لترضخ لتهديده. إذن سيعود الكرة، سيعود إليه. هذا ما أرجوه من الله تعالى. ترجو أن يعود إلي يا تمام؟ نعم يا أبا رابح، بعودته إليك أمل في العثور على شراد. ألا أخبرني بقصة هذا الصغير يا تمام؟ ماذا أخبرك يا أبا رابح؟ بل ما لدي لأخبرك به؟ ألا تعرف قصته؟ صدقني لا أعرفه. كل ما أعرفه أن الصغير جاء به فراس معتقدا أنه هارب من أهله. يومها جلست وتحدثت إليه، ثم تغير كل شيء. كيف؟ بهرني بتعقله وحكمته وكلامه. كنت وكأني أجلس إلى رجل مسن حنكته الخبرة وصقلته التجارب. وكم يبلغ من العمر؟ إنه في الحادية عشرة من عمري. نضوج مبكر، بل هي خلاصة عمر كامل. خلاصة عمر كامل؟ ماذا تعني يا تمام؟ شراد عاش مع جده بعد وفاة أبويه. هذا الجد أراد أن يعطي الصغير تجارب سنواته 70 أو ربما 80 في بضع سنوات. كان رجلا طاعنا في السن، وكان يعلم أن الموت لا بد مدركه، فأعطى حفيده خلاصة تجاربه وخبرته في سنوات قليل. وما اسم جده هذا؟ إنه من بني غالب المقيمين في بلدة البساتين. هو من بني غالب إذن؟ هل لي أن أعرف ما مر ببالك الآن؟ متى؟ الآن، عندما أخبرتك بأنه من بني غالب المقيمين في بلدة البساتين. لا شيء. أرجو أن تواصل جهودك بالبحث عن الصغير، إذ إنه أيعقل أن يكون شراد حفيدك حقا؟ كلا. لما؟ حفيدي قتل مع أبوي. لكننا يومها لم نتسلم جثة القتلى، لأن الشيخ تمام. إن هذا الحديث يؤلمني، وأنت تعلم هذا. تمام، إني متعب يا برابح. أرجوك المعذرة، إن الخاطف يدعي بأنه حفيدك. الخاطف يعلم قصتي مثل كل الناس. إنه يريد أن يربح 10,000 دينار ويعطيني طفلا متشردا لا أهل له. إنها حيلة بارعة، ولكنها لن تجوز علي. تمام، أرجوك، إني متعب، أرجوك المعذرة. لا
إني آسف يا أبا رابح. أستودعك الله. أين صاحب الشرطة؟ للداخل يا سيدي. حسناً سأذهب إليه. فراس أنت هنا؟ السلام عليك يا سيدي. وعليك السلام. ما الجديد لديك؟ أود لو نتحدث عن انفراد يا سيدي. ها سيدي، لقد جئت إليك مستعفيا. مستعفيا؟ نعم، وأرجو أن تقبل بعفائي من عملي لأني لست أهلا له. أفهم من هذا أنك لم توفق بالقبض على الخاطفين؟ لم أوفق يا سيدي، والأمر يزداد سوءا. الخاطف يهدد المستنير ابن صدقة. يهدد المستنير؟ نعم، الخاطف يدعي بأن الصغير هو حفيد المستنير ابن صدقة، لذا يطالبه بعشرة آلاف دينار، وإلا فسوف يقتل الصغير. ولكن ليس للمستنير أحفاد. كان له حفيد وقتل مع أبويه. لقد تشابكت الدروب وتشعبت وأصبح من السهل الضياع. في مثل هذه الحالة يا فراس يجب التروي والسير في درب واحدة وليس في جميع الدروب معا. سيدي، إني كبير حراس الأبواب وليس لي أن أخوض في أمور كهذه. هذه أمور للشرطة وليست لي. أتعتقد يا فراس أني لا أعرف هذا؟ لقد تركتك تعمل وتلاحق الخاطفين رغبة مني في تدريبك على أعمال الشرطة، لا أن تدخل علي مستعفيا. عليك أن تكمل. ولكني فشلت يا سيدي. ليس لك أن تحكم على نفسك. فراس، اختر أحد مساعديك وأوكل إليه مهمة الإشراف على حراسة الأبواب، فأنت منذ اللحظة مساعدي. ساعدك؟ أدخل عليك مستعفيا وأخرج مساعدك؟ أنا أدرى بما أفعل يا فراس. اذهب، اذهب ونفذ أمري. أمرك يا سيدي. فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستان بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعا ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول.
ذكريات وأهداف، حماس وشغف، يا أخي ممكن يجدها براسه، مباريات عشنا فيها لحظات مشوقة. وجري إيش حمدان، وفرد الجول إيش حمدان، وجري الجول حطه في الجول، وجول بعيد شوته في المرمى جول. رحلة مثيرة في عالم الكرة السعودية. داخل منطقة، داخل مرمى، في الأرض، في الجول، وفي الجول. ذكريات كروية الجمعة الواحدة مساء على قناة ذكريات. شو بتقول بتهمة القتل الموجهة على؟ هذه مصيبة. تبغى تتخلص مني؟ أنا لك على الحشيش، أنت ليش ما تردين على ليش؟ شميت. تعالوا على حاله وعلى سيارتي. قرفتيني في عيشة. والله أنت اللي عيشتك تقامل. أرجوك. يكفيني العذاب اللي عم عايشه في اليوم. هون حياة جديدة، الواحد لازم يتعود عليها. انت تخرج من الموضوع ده بره خالص. انت حتى التفاهم ما يجيب نتيجة معاك. انت سمعيني بس الله يهداك، سمعيني. سهرة سينمائية الخميس 11 مساء على قناة ذكريات. فضيل، يا فضيل. نعم يا سيدي. أما زال تمام يطرق الباب ملحا؟ نعم يا سيدي. لا تفتح له، لا أريد أن أراه. فضيل. أمرك سيدي. افتح لتمام وقل له سيدي متعب وقد دخل للنوم. لماذا لا تريد أن تراني يا أبا رابح؟ كيف دخلت؟ فضيل! لقد دخل الرومان عني. تجرأت وضربته؟ اذهب واغسل وجهك بالماء البارد، هيا تحرك. أعرفك شهماً يا تمام. لماذا منعتني من دخول بيتك؟ لماذا أقفلت الباب في وجهي؟ لأني متعب وأريد أن أخلد للنوم.
هل من جديد يا أبا رابح؟ لا لا جديد. عمن كنت تبحث؟ متى؟ عندما خرجت من بيتك إلى الحديقة. كنت أبحث عن خادمي فضيل. والكتاب الذي كان بيدك؟ إنه من صديق لي. هل لي أن أراه؟ غريب أمرك. أبا رابح، ربما الصغير في خطر، وخاطفه مجرم لن يتورع عن إيذائه. أرجو منك أن تتصرف بحكمة. أرجو أن تعلمني بكل ما سيحدث معك. إني متأكد من أن الخاطف سيعود إليك، سيعود إليك مجددا أو سيكتب بما يريد، فأرجو أن تعلمني بما ينويه. كن واثقا يا تمام أني سأعلمك بكل ما سيتم معي، وسأخبرك فورا بكل شيء. هو الآن هل تسمح لي بالدخول للنوم؟ والكتاب ألا أراه؟ قلت لك إنه من صديق. حسنا. ماذا يحدث هنا يا أبا رابح؟ لماذا تركت فراشك؟ سمعت أصواتا غريبة وطرقات قوية على الباب. جاء تمام ولم يمكث إلا قليلا. هل عثروا على الصغير؟ بعد. ما بك مضطرب هكذا؟ ما بشيء أبدا. أنا أعرفك يا مستنير، أنت لا تخفي عني شيئا. ما عرفنا الهموم يوما إلا وتقاسمناها، وما عرفنا المتاعب إلا وتشاركناها. تريد الآن أن تنفرد بالهم والتعب؟ من خوفي وحرصي عليك يا عائشة. وأنا ما تكلمت إلا من خوفي وحرصي عليك يا مستنير. الخاطف أرسل إلي هذا الكتاب. كتاب؟ ما به؟ ماذا يقول؟ كيف أرسله ومن تسلمه؟ أرأيت لماذا لم أخبرك؟ حسنا، من تسلم منه الكتاب؟ فضيل، وجده عند النافذة. رماه الخاطف وذهب. يظهر هذا. ماذا يقول فيه؟ سأتلوه عليك، اجلسي. من خاطف الصغير شراد إلى المستنير ابن صدقة. الدماء التي في حديقة منزلك هي دماء طائر ليس أكثر، ولكن في المرة القادمة ستكون دماء حفيدك إذا لم تنفذ ما أريد. أريد 10,000 دينار في كيس من قماش أحمر اللون. ثانيا، الصمت والسرية التامة. ثالثا، إياك والشرطة. إذا أخبرتهم أو لاح لي خيال أحدهم قرب بيتك سأقتل الصغير. أبا رابح، خسرنا الكثير وفقدنا الغالي، لما لا نخسر 10,000 دينار؟ هذا ما أفكر فيه. ندفع للخاطف ما يريد ونأخذ الصغير.
نأخذه ليبقى معنا؟ يجب أن ننقذه من الخاطف وبعدها نفكر بما يجب أن نفعله. يبقى معنا، يذهب لحاله، ولكن أبا رابح لمن يبقى معنا؟ يا أم رابح، لا إخالك تظنين أنه حفيدنا كما يدعي الخاطف. كالسراب في صحراء قاحل. السراب يبقى دائما سرابا، أملا خادعا. ليته كان حقيقة. سأرضخ لكل شروطه. سأدفع له 10,000 دينار وأخذ الصغير وأسلمه لتمام حيث كان. هل علم تمام بأمر الكتاب؟ لا، يجب ألا يعلم شيئا. يا أم رابح، ادخلي إلى غرفتك ريثما يحضر الخاطف. تعالي. الأمر بسيط ويمكن تداركه بسهولة. كيف يا سيدي؟ خذ رقعة وقلما ولنبدأها واحدة واحدة. الأولى، ندفع للخاطف 10,000 دينار. ندفع له؟ كيف يا سيدي؟ اكتب أولا وسأشرح لك فيما بعد. حسنا. الثانية، نتحدث إلى طريف ونعرف منه ما نريد. لقد تحدثت إليه مليا وبشتى الطرق يا سيدي، بالهدوء، باللطف، بالصراخ، بالعنف. العنف؟ ضربته؟ نعم، صفعته مرة. إذن أنت لا تصلح لأن تكون صاحب شرطة. صاحب شرطة؟ فراس، يجب أن لا يفهم أحد أبدا طباع صاحب الشرطة. صاحب الشرطة يجب أن يكون ذا طبع مبهم غامض، يجب أن يكون كثير التلون والتغير. لماذا يا سيدي؟ حتى لا يفهم الأشرار طباعه فيرتكبون جرائمهم وفقا لهذه الطباع. عفوا يا سيدي، ما زلت لا أفهم. لو أن طريف هذا لص سارق وضربته أنت كما فعلت، سيستمر يسرق معتمدا على طباعك. يكفي أن تصفعه مرة أو أكثر، ينكر فتصفعه وتطلق سراحه ليسرق مجددا ويصفع مجددا. يجب ألا تظهر طباعك أمام أحد أبدا. تنبه لهذه النصيحة وخذ بها. السلام عليكما. وعليك السلام. لم تتأخر يا تمام. أرجوك المعذرة يا سيدي لأني تجرأت وطلبت من أحد رجالك البقاء قرب بيت المستنير للمراقبة. أقصد أمرته. أمرت أحد رجالي؟ نعم، رجل الشرطة الذي أرسلته إلي بالأمس. طلبت منه البقاء قرب بيت المستنير للمراقبة فرفض. طلبت منه ذلك كي يتسنى لي أن أقابلك. أنت إذن هددته بعدم المجيء إن هو لم يبقى هناك، بقي مرهما. لا بأس، اجلس يا تمام. أخبرني بما حدث ويحدث معك. أين أبدأ؟
كيف عرفت بوجود الدماء في حديقة بيت المستنير؟ سكينة بنت المستنير هي صديقة لليال، فقد أخبرتها بذلك، فذهبت إلى بيت المستنير وقابلته، فحدثني بادئ الأمر عن الخاطف، وقال لي بما ينويه وعن طلبه للمال. لماذا قلت حدثني في بادئ الأمر؟ أنا قلت ذلك؟ نعم، قلت ذهبت إليه وقابلته فحدثني في بادئ الأمر عن الخاطف. قلت هذا لأني متأكد من أن المستنير بدأ يخفي عني بعض الأشياء. كيف؟ رأيت بيده كتابا يقرأه بقلق واضطراب، فعندما سألته عنه لم يقل لي، فلدعى بأنه من صديق له. من الصعب أن يكذب رجل كالمستنير. من الصعب وليس من المستحيل، قد يكون مرغما على الكذب. ربما نذهب إليه ونستوضحه، قد لا يثق بك يا تمام، ولكنه حتما يثق بسيدي صاحب الشرطة. سوف نرى، سأذهب إليه وأحدثه. سيدي. ويحك عدت، ألم أمرك بالبقاء قرب بيت المستنير للمراقبة؟ يا سيدي، لقد خرج المستنير وشاهدني فغضب وصرخ بي، وأرسل علي خادمي ليبعداني عن البيت، بل لقد أوصد أبواب حديقته وهو في أشد حالات الغضب. ألم تخبره بما أمرك به تمام؟ أخبرته وقلت له إن تمام كان يراقب، ثم أمرني بالبقاء مكانه ريثما يعود، فغضب أكثر وازداد صراخه مهددا متواعدا، بل لقد تكلم. أغلظ لي القول ولك أيضا، لأننا نراقب بيته. حسنا، انصرف لعملك. هل أعود للمراقبة؟ لا لا، أمر سيدي. لقد جلست يا سيدي وكنت تنوي الذهاب لمقابلة المستنير. لا فائدة من مقابلة المستنير. ما العمل الآن يا صاحب الشرطة؟ الصغير في خطر، أنت المسؤول عن حياته. أين ليال؟ أختي؟ نعم، في البيت. لماذا؟ أريد التحدث إليها. هلم معي تمام إلى بيت فراس. فراس. سيدي، أريد 10 من خيرة رجالنا يتنكرون بثياب مختلفة وينتشرون حول بيت المستنير. أمرك يا سيدي. أريد كل واحد منهم أن يعمل عملا ما، لا أريد أن أرى واحدا منهم يقف دون مبرر. بائع متجول، راع للماشية، مزارع يزرع يحصد يعمل أي شيء. كن مطمئنا يا سيدي. حسنا، فراس، هذه أول مهمة لك في الشرطة، فلا تجعلها الأخيرة. بإذن الله ستكون البداية. حسنت. هيا يا تمام. ولكنك يا مستنير أغلقت جميع أبواب الحديقة،
كيف سيدخل الخاطف إن أراد مقابلتك؟ اترك له بابا مفتوحا. أصبت، سآمر فضيل بأن يبقى قرب أحد أبواب البيت ليلا نهارا بانتظار حضور الخاطف. فضيل يا فضيل. كل شيء. لجنة الحاسوب اللي يستعمل طريقة برايب خاص بالمكوفين نصبح مثل أي الناس، يعني لا فرق بيننا وبين الآخرين. الفارق هو أنكم ترون وأنا لا أرى. سوف نقوم بكل ما من شأنه الارتقاء وتطوير هذا العمل الرائع. الخطوط السعودية سوف تتواصل بتقديم هذه الخدمات المميزة لذوي الإعاقات الخاصة من المكفوفين والصم والبكم وأصحاب الإعاقات الشديدة والخاصة. الأطفال وإدارة المدارس كلها بحاجة إلى برامج توعية. وقطعوا لي رجلي. طحت من عمارة. ارفع علم أجمل علم، اثبت لهم أن المعاق ضد حضارات الأمم. النور والأمل يوميا 8:30 مساء على قناة ذكريات. مرحبا بكم مع حلقة جديدة في مجلة التلفزيون. تحب تسمعنا ايش؟ بدمعي كتب ان الجمهور السعودي عرفني قبل لا يعرفني الجمهور الكويتي اللي انا في الكويت. اول اليوم عانقت الشفق. نجوم على الهواء. السلام عليكم. يعقبه هبوط. شكرا. كثير ايضا من الموضوعات. هذه الافكار تدرس. بدايتي كانت في التلفزيون. نبذة قصيرة عن الحاسبات. أيها السادة، سعدنا بلقائكم. نترككم في رعاية الله وحفظه. مجلة التلفزيون، تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلة التلفزيون الأربعاء 11 مساء على قناة ذكريات. يا مرحبا يا مرحبا، حللت اهلا ايها الضيف الكريم. ممن انت؟ ما اسمك؟ بماذا نستطيع ان نساعدك؟ عمر، هل جننت؟ اسمع يا تمام، واحد منا قد جن، اما انت او انا. لماذا تركت بيتك وضيوفك ومن يقصدك ولم تعد تسال ابدا؟ الاول يريد ان يعود لبلده وليس معه مال يكفيه، والثاني يبحث عن عمل هنا، والثالث معه 50 دينارا يريد شراء تجارة يعود بها لبلدي. لكل واحد مشكلة، فما عساي أن أفعل؟ ها أخبرني. بل ما عساي أنا أن أفعل؟ تغلق الأبواب بوجه الغرباء أو تتنبه لهم؟ حسنا، سأتنبه لهم. أحسن، اذهب وسلهم عن حالهم وما يريدون، وأجب ذاك الواقف هناك إذ أنه سأل عنك كثيرا. ماذا يريد هذا؟ لا أدري، ولكنه يسأل عنك في اليوم الواحد 7,583 مرة. حسبتهم على أصابعي. حسنا، لنبدأ به. مرحبا بك عندنا مبارك. لا تطردني، جئتك معتذرا. هل ما زلت غاضبا مني؟ متى وصلت؟ اليوم فقط. كيف حالك يا مقصد الغرباء؟ أرجو أن تكون بخير،
وكيف حال حفيد ابن عمي؟ كم أنا بشوق إلي. بشوق لمن؟ لشراد، أريد أن أراه. تريد أن ترى من؟ شراد، أليس قريبي؟ الآن أصبح قريبك وأصبحت بشوق إلي؟ وأكثر من هذا، جئت خصيصا لأصحبه إلى بلدته. تصحبه؟ وبعدما رحلت معه ذهبت فورا إلى الشيخ صابر وعنفته. عنفت الشيخ صابر؟ بالطبع، فاحتدم النقاش بيننا، فجمعت جميع شيوخ البلدة ورجالها وتشاورنا بأمر شراد، فتغلبت عليهم واستطعت أن أقنعهم بوجوب عودة شراد إلى بيته وأهله وبلدته. هكذا؟ نعم، وأني مدرك تماما مدى سرورك بهذا. أنت تكبدت المشاق وجئت لبلدتنا لتعيده إلينا، وها هو مسعاك يوفق بإذن من الله، سيعود شراد إلى بيته وأهله وبلدته معززا مكرما. أين هو؟ إنني لا أراه هنا. أتريد أن تراه حقا؟ بالطبع، وقد جئت من أجله. إنه عند صاحب الشرطة، هلما معي لتراه. عند صاحب الشرطة؟ نعم. أما زلت تريد أن تراه؟ ولكن لماذا هو هناك؟ هلما معي، ستعرف هذا هناك. لا بأس، هيا بنا. هيا. ذهب ثانية. يا دمام، يا مقصد الغرباء، إن الغرباء في دارك وأنت. إنه دائما هكذا، لا يسمع. كل شيء على ما يرام يا سيدي. وما فعلت؟ أرسلت الرجال العشرة وأوصيتهم بالمراقبة الدقيقة. السلام عليكم. وعليك السلام. عليك السلام. معي ضيف يهمني دخوله السجن. هل قبضت على الفاعل؟ ربما. ومن ضيفك؟ مبارك، قريب لشراد من بلدة البساتين. مبارك الذي هددكما بحرق البيت إن لم ترحلا؟ هو بعينه لقد أتى يريد شراد، يدعي إنه بشوق إليه ويريد أن يعيده إلى أهله وبلدته. ليدخل. سأتي به. لقد أخبرتك يا سيدي بكل ما حدث لتمام عندما صحب الصغير إلى بلدة البساتين. نعم، علمت يومها تفاصيل كل ما حدث. هيا تقدم، صاحب الشرطة بانتظارك. السلام على صاحب الشرطة. مرحبا. أين شراد؟ لقد قال لي تمام إنه عندك يا صاحب الشرطة. لو سلمتك شراد، أتكتب سقة عهد بالمحافظة عليه والاعتناء به وعدم تركه بلدتكم؟ إنه أمر سهل، هاتي لأكتب لك كل ما تريد، ولكن أولا دعني أرى الصغير وأطمئن عليه. الصغير ليس هنا. أين هو إذن؟ لقد اختطف. ماذا؟ اختطف. سيدي، أنت جاد بما تقول. كل الجد. شراد اختطف يا تمام. شراد اختطف. إننا نبحث عنه، فهل تستطيع أن تساعدنا؟ لا أحد يريده ليختطفه،
لا أحد يريده يا سيدي. الخاطف يدعي بأن الصغير هو حفيد المستنير ابن صدقة. ماذا؟ هذا ما يدعيه الخاطف. الخاطف، الخاطف كاذب. الصغير هو حفيد ابن عمي فقط، ولا أحد غيره، ولا أحد غيره يا سيدي. أتعرف المستنير يا مبارك؟ لا، لا أعرفه. يا صاحب الشرطة، إني أرفع أمر التمام إليك لأنه تسلم منا شراد ولم يقم بواجب حمايته. قبل أن ترفع أمري سأتهمك باختطافه. اتهام باطل، لو أني اختطفته لما جئت أسأل عنه في دار الشرطة. ستدخل السجن يا مبارك. السجن لك وليس لي. مبارك، شراد ابن من؟ ابننا يا سيدي، وقد جئت لأستلمه ممن تسلم. سيدي. أبيك يا حسان. مولاتي ليال تنتظر قدوم سيدي فراس إلى البيت. وهل جاءت الثانية؟ أجل يا سيدي، جاءت وهي تنتظر أيضا. اذهب أنت يا فراس إلى البيت. في الحال يا سيدي. الحمد لله، كنت أخشى ألا تستطيع ليال مقابلتها. ليال فتاة ذكية، أستطيع الاعتماد عليها. إنها رائعة. ألا تخفى عليك خافية؟ لو لم تكشف نفسك لما كشفتك. وفقك الله يا تمام، إنها حقا رائعة. يتحدثان بكل هدوء وروية كأنني لست هنا. سيدي أريد أن أرى شراد، أريد شراد. سأسلمك شراد يا مبارك، فاصبر. أمل أن أجد عند سكينة ما يفيدنا. هذا كل ما أرجوه يا تمام. السلام عليك يا سكينة. وعليك السلام. أين ليال؟ لقد ارتابت برجل كان يتبعنا منذ خرجنا من بيتنا، وخرجت للتأكد منه. حسنا. سكينة. نعم. يؤسفني أن أطلب منك المساعدة في مثل هذا الموقف. أفهمتني ليال، وأعتقد أني تفهمت الأمر كما يجب، ولكن أرجو أن لا يلحق الصغير أي أذى من جراء مساعدتي لكم. سنكون حريصين كي لا يحدث أي أذى. إن شاء الله. سكينة، أخبريني، ما الذي يحدث في بيتكم؟ الخاطف يهدد أبي بقتل الصغير إن هو أخبر الشرطة، أو حتى إذا لاح له خيال شرطي قرب بيتنا. لقد أرسل له كتابا ثانيا يطلب فيه أن يعلق الكيس الأحمر اللون الذي به المال في غصن شجرة حددها له قرب النهر. هل تعرفين المكان؟ نعم، لقد قرأت الكتاب وأستطيع تحديد الشجرة بالذات. وكيف سيسلم الصغيرة لوالدك؟ يقول في كتابه إنه بعدما يرى الكيس الأحمر معلق سوف يرشد أبي إلى مكان شراء. هذا كل شيء. ووالدك، هل سيدفع المال؟ نعم، لقد أعدت أمي الكيس الأحمر اللون وهو ينتظر الوقت المحدد ليذهب إليه. ومتى حدد الموعد؟ عند صلاة الفجر. عند صلاة الفجر. حسنا، شكرا لك يا سكينة. فراس، أرجوك أن لا تقترب من هناك، لا أنت ولا أحد من الشرطة ولا حتى تمام. لا عليك،
لن يقترب أحد من هناك. أرجوك كوني مطمئنة. أستودعك الله، مع السلامة. فراس، أريد مجموعة من أفضل وأحسن رجالنا ليستعدوا هذه الليلة ولينتشروا بين الأشجار قرب ضفة النهر بانتظار بزوغ الفجر. ولكن هذا يعرض حياة الصغير للخطر يا سيدي. سوف ننقض على الخاطف قبل أن يرانا. في هذا مخاطرة بحياة الصغير. لا بد من المخاطرة. إنه الفجر. Thank you.